بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أستاذ عبد الحليم جزاك الله خيرا، لا بد من تعقيب لطيف على هذه المقدمة التي أليت بها. الكون قرآن صامت، والقرآن كون ناطق، والنبي عليه الصلاة والسلام قرآن يمشي. أن الكون والقرآن مصدران للمعرفة، ذلك أن الحق دائرة يمر بها أربعة خطوط: خط النقل الصحيح وهو القرآن والسنة، وخط العقل الصريح، وخط الفطرة السليمة، وخط الواقع الموضوعي المأخوذ من الكون. ولأن العقل الصريح من خلق الله عز وجل، ولأن الفطرة السليمة من برمجة الله عز وجل لهذا الإنسان، ولأن الواقع الموضوعي هو خلق الله، ولأن القرآن والسنة هو كلام الله وتفصيل نبيه صلى الله عليه وسلم، إذن هذه الخطوط الأربعة من أصل واحد، وإذا اجتمعت الفروع في أصل واحد كانت فيما بينها متساوية. إذن أنا أعتقد أنه لا بد من تطابق النقل الصحيح مع العقل الصريح مع الفطرة السليمة مع الواقع الموضوعي. أما إذا كان النقل غير صحيح يتناقض مع العقل، أما إذا كان العقل تبريريا غير صريح يتناقض مع النقل، أما إذا كانت الفطرة منطمسة تتناقض مع المنهج الإلهي. أما لو تصورنا فطرة سليمة وواقعا موضوعيا وعقلا صريحا ونقلا صحيحا، هذه الأشياء الأربعة حتمية تطابقها 100%، وهذا ما عبر عنه بعض العلماء الكبار كابن قيم الجوزية حينما ألف كتابا عنونه تطابق النقل مع العقل. الكون خلقه، والقرآن كلامه، والعقل جهاز أودعه الله فينا من خلق الله، والفطرة جبلة جبلنا عليها، كلها من الله عز وجل. الحقيقة اختياري لهذا الموضوع في كتاب الإعجاز العلمي للكتاب والسنة لا في حيثيات الموضوع، بل في النتائج المترتبة عنه. الإنسان له خصائص يتميز بها، وفي خصائص يشترك بها مع بقية المخلوقات، لكن الحقيقة الأولى أن أي صفة مادية يتصف بها الإنسان في المخلوقات الأخرى ما يفوقه بها. يعني هو إذا عطل عقله ولم يبحث عن الحقيقة ولم يكن مؤمنا، ما من مخلوق من الحيوانات إلا ويفوقه في خصائصه المادية. لكن الإنسان ميزه الله بالعلم، يعني منحه قوة إدراكية، ميزه الله بالخلق، ميزه الله بالإيمان. فلو لم يبحث الإنسان عن هذه التي تؤكد إنسانيته هبط إلى مستوى الحيوان. مقالة وقعت تحت يدي من قبل، مضمونها أنه في فرنسا قبل 35 عاما قامت بتفجير نووي في صحراء الجزائر، وهذا التفجير النووي لهيب حارق وضغط ماحق. الإنسان يتوهم أن الانفجار النووي يقتل الكائنات الحية بفعل الحرارة المرتفعة، صح هذا الكلام، ولكن كلاما لا يقل عنه صحة أن الضغط الذي يولده هذا الانفجار يسحق كل شيء، فمن لم يمت بالحرارة مات بالضغط. يعني إذا قلنا انفجار نووي ينبغي ألا يبقى كائن حي كائنا من كان بعد هذا الانفجار. طبعا هذا الانفجار لا يبقي نباتا ولا حيوانا ولا إنسانا. هذا الانفجار أحدث حفرة كبيرة جدا، وشكل كرة من النار تعلو إلى مسافات شاسعة، وبعد نهاية الانفجار وسكون الأرض
وجدوا عقربا يمشي في أرض الانفجار. إنها مفاجأة غريبة عجيبة، شيء مدهش، شيء غير مجرى البحوث العلمية. لذلك عكف علماء الحيوان ربع قرن على دراسة هذا العقرب، فوجدوا الآن يبدأ المغزى، فوجدوا أن العقرب يستطيع أن يبقى بلا طعام ولا شراب 3 سنوات متتالية، ووجدوا أن العقرب يستطيع أن يكتم أنفاسه تحت الماء 2 يوم كاملين، ووجدوا أنه إذا وضع العقرب في ثلاجة وكانت البرودة 10 درجات إلى 20 درجة تحت الصفر فإنه لا يتأثر. فلو نقل إلى رمل الصحراء المحرقة في 60 درجة فإنه يتكيف مع هذا التبدل الحراري الطارئ. ثم إنه إذا وضع في حمام من الجراثيم الفظيعة لم يتأثر بها إطلاقا، وكأنه في حمام بارد. ثم إنهم عرضوه لأشعة نووية تزيد 300 ضعف عما يتحمله الإنسان فتحملها، شرحوه فلم يجدوا فيه دما بل فيه مصل أصفر. ماذا يعلمنا هذا؟ قلت قبل قليل ليست العبرة هذه الحقائق المدهشة عن العقرب، بل العبرة فيما سوف نستنبطه منها. أبدأ الموضوع بمثل بسيط جدا. عندكم في البيت يعني طاولة صغيرة توضع في غرفة الضيوف، لو أنك قدمت لهذا الضيف كأس شراب يضعه على هذه الطاولة، ما وزن هذا الكأس؟ قد يكون 200 غرام. هذه الطاولة لو وقفت أنت عليها لا احتملت، هي صممت لتتحمل كأس من الشراب لا يزيد عن 200 غرام، لكنها تتحمل إنسان وزنه 80 كيلو. فكم وضع فيها احتياطي من القوة المتحملة للضغط، يعني 200 غرام الكأس وزنه، الكيلو 5 كؤوس، 80 كيلو أو 100 كيلو يقف عليها فلا تنكسر، يعني 500 ضعف. لو تصورنا أن كل عضو في الإنسان معه احتياطي 1000 ضعف، معنى ذلك انتهى المرض، ما في مرض أبدا. يمكن أن نقول بشكل أو بآخر إن الإنسان سريع العطب، يعني خثرة في الدماغ تشل حركته، نقطة دم في شريانه التاجي توقف القلب، يقال سكتة قلبية، خثرة دماغية، نمو خلايا غير منتظم ينهي حياته. الشيء الذي أتمنى أن يكون واضحا تماما أن الله عز وجل واجب الوجود، بينما ما سوى الله وهو الكون أو المصطلح القرآني السماوات والأرض ممكن الوجود. الذات الإلهية واجبة الوجود، ما سوى الله من الكون ممكن الوجود. معنى ممكن يعني ممكن أن يكون، ممكن أن لا يكون. وإذا كان يمكن أن يكون على ما هو كائن أو على غير ما هو كائن، يعني كان من الممكن أن يكون الإنسان متحملا لكل الضغوط ولكل المتغيرات في الحياة، إذا لا مرض. يعني مثل آخر، نحن نأتي إلى الدنيا تباعا، وكان من الممكن أن نأتي جميعا دفعة واحدة وأن نغادرها دفعة واحدة، إذا لا موت ولا حزن. يجب أن نعلم علم اليقين أن الله عز وجل واجب الوجود، بينما خلقه ممكن الوجود، ممكن أن يكون هذا الخلق موجودا أو غير موجود، وإذا كان موجودا يمكن أن يكون على ما هو كائن أو على خلاف ما هو كائن. يعني لو أنه قلب الإنسان ودماغ الإنسان وعضلات الإنسان والجهاز الهضمي والجهاز الإفرازي كان احتياطي كبير جدا يتحمل كل التقلبات وكل المؤثرات، معنى التغى المرض، ولكن المرض مقصود لذاته، إنه أداة تربوية، أداة تربوية. قال تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع
ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. يعني هذه المصائب هي من تصميم الله عز وجل. الإنسان كلفه الله حمل الأمانة، وكلفه أن يتعرف إليه، وكلفه أن يطيعه، فإذا جاء إلى الدنيا ولم يكن قائما بما كلفه الله به أو غفل عن معرفة الله وعن طاعته فلا بد من مذكر. لو أن أبا ابنه قال له يا أبتي لا أحب أن أدرس مثلا، فالأب سمح لابنه ألا يدرس، هذا حينما أصبح راشدا لم يجد معه شهادة يعمل بها ولا رأس مال ولا زوجة ولا بيتا ولا مكانة اجتماعية، فحقد على أبي قال يا أبتي أنا حينما سألتك ألا أدرس لما لم تنهرني، لما لم تؤدبني، أنا لا أعلم أنت تعلم. فكأن الأب ارتكب في حق ابنه خطأ كبير أنه سمح له أن يفعل ما يريد وهو جاهل. فربنا عز وجل يقول ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك. يعني الإنسان حينما يصمم على أنه سريع العطاب وقد يصاب بأمراض وبيلة وأمراض عضالة وقد تنهار معنوياته أحيانا، هذه كلها وسائل تربوية لتقريبه إلى الله عز وجل. لكن بشكل موضوعي المصائب لها أنواع منوعة، فالمصيبة بحق الشارد والتائه مصيبة ردع أو قصم. إذا في بقية خير ردع، ما في خير قصم. لكن المصيبة في حق المؤمن مصيبة دفع إليه أو رفع إليه. أما المصيبة في حق النبي فهو كشف كماله، بالمصيبة ينكشف كمال النبي، وبالمصيبة يدفع المؤمن إلى الله عز وجل أو يرتقي عنده في الأجر والثواب. بينما الشارد والغافل إما أن تكون مصيبته مصيبة قصم أو أن تكون مصيبته مصيبة دفع. يعني هذا معنى قوله تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أن تأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء، وأن تتوكل على الله وكأنها ليست بشيء. العالم الآن غربي وشرقي، العالم الغربي أخذ بالأسباب واعتمد عليها وألهها فوقع في الشرك، والمجتمع المتخلف لم يأخذ بها فوقع في المعصية. هم مخطئون ونحن مخطئون. إنك إن أخذت بالأسباب ينبغي أن تعتمد على الله، تأخذ بها عبادة وأن تعتمد على الله يقينا، وإنك إن لم تأخذ بها وقعت في المعصية. بدليل أن الله عز وجل قال عن ذي القرنين إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا. النبي عليه الصلاة والسلام علمنا في سنته أنه لما هاجر أغلق كل الاحتمالات وهيأ علاجا لكل التوقعات، فهيأ من يأتيه بالأخبار في غار ثور، وهيأ من يمحو الآثار آثار الأقدام، وهيأ ناقة نجيبة، وهيأ دليلا رجح فيه الخبرة على الولاء، كان مشركا، غطى كل الاحتمالات، يعني أخذ بالأسباب وكأنها كل شيء. فلما وصلوا إليه لم يضطرب، قال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ هو أخذ بالأسباب تعبدا وهو يوقن بحفظ الله له. أما المسلم المعاصر لا يأخذ بالأسباب ويقول توكلنا على الله، هذا ليس توكلا إنما هو تواكل. مرة في بعض الأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام يقول عليكم بالكيس، الكيس العمل والسعي والأخذ بالأسباب. نعم، فإذا غلبك أمر فقل حسبي الله ونعم الوكيل، استعن بالله ولا تعجز، عليك بالكيس، إن الله يلوم على العجز. العجز أن أستسلم لقدري
وألا أتحرك وألا أخذ بالأسباب. يعني ألخص ذلك، تمشي أنت على طريق ضيق، عن يمينك واد سحيق هو وادي الشرك، وعن يسارك واد سحيق هو وادي المعصية. إن أخذت بالأسباب واعتمدت عليها، كما قال الصحابة الكرام في حنين، قال لن نغلب من قلة، عددهم كبير فاعتمدوا على العدد فقط. قال ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. وحينما لا نأخذ بالأسباب قال يا رسول الله أعقلها أم أتوكل؟ قال اعقل وتوكل. سيدنا عمر رأى أعرابيا يقود ناقة جرباء، قال كيف تعالجها؟ قال أدعو الله أن يشفيها. قال له يا أخ العرب، هل جعلت مع الدعاء قطرانا؟ مشكلة العالم الإسلامي عدم الأخذ بالأسباب، يجب أن نأخذ بها وكأنها كل شيء ثم نتوكل على الله وكأنها ليست بشيء.